أوضاع اجتماعية وظروف عمل يصفها الواقفون بالمتردية. وقفة احتجاجية خاضها مجموعة من عمال شركة ستاريو للنقل الحضري بالرباط، عمال منضوون تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل. المطالب متعددة ودعوات لفتح باب الحوار مع مسؤولي الشركة. معنا أمهات هنا، كاين اللي الولاد ديالهم وصلوا العام ونص ومازال ما توصلوش بالتعويضات ديال الأمومة، ومعنا ناس اللي مازال في فترة النقاهة ديالهم واستأنفوا العمل ديالهم لأن ما تقبلاش منهم الملفات ديال المرض عند صندوق الضمان الاجتماعي. كيقول لهم التحقوا بالإدارة ديالكم، هي اللي خصها تسوي الوضعية ديالكم، وهذه مسائل تنستنكروها. أصلا الوضع اللي تنشتغلوا فيه غير مريح وغير صحي جميع الفئات. ممكن نستنكروا هذا الوضع اللي كتعيشوا شركه ستاريو من بعد ما خدات شعار في 2009 شعار ديال الجوده. اليوم ولينا كنشوفوا الشعار اللي كنلمسوه هذا هو شعار الخرده. الا مشيتي دخلتي للمرفق ديال تمارا ولا المرفق ديال سلا كتشوفي حافلات اللي ما استوفاتش خمس سنوات وحافلات متهالكه، لان الناس اللي تيسهروا على هذه المرافق ناس ما عندهمش تجربه، ناس ما عندهم ضمير مهني. في الوقت الذي يطالب فيه هؤلاء بإيجاد محاور لهم، طرقنا باب إدارة شركة ستاريو من أجل نقل مطالب المحتجين، لكن للأسف ما وجدنا من مجيب ولا مستجيب. انتقلنا إلى مجلس مدينة الرباط للاستفسار عن متابعة هذا المجلس لتسيير وتدبير هذا المرفق الحيوي. إلى حد اليوم باقي ما تعينش، يلا تم التصويت على المندوبين في جميع الجماعات، المندوبين التي سيمثلون الجماعة في مجموعة التجمعات، سيكون إن شاء الله في الأسابيع المقبلة التصويت على رئيس مجموعة. هذه من جهة. من جهة ثانية بخصوص المطالب مثل العمال، اللي نقدر نوعدك بأنه أنا كواحد من المندوبين سنعمل جاهدا على فتح باب الحوار مع جميع الشغيلة. السند القانوني اليوم باش نوضوا نجتمعوا مع الناس باقي ما كاينش. اليوم من يكون ان شاء الله رئيس المجموعه ويكون هناك مندوبين وتكون لجان، هذيك الساعه يمكننا نفتحوا باب الحوار. اليوم حنا كنساهموا ب 6 مليون سنويا، 6 مليون درهم سنويا، ناهيك على المدن الاخرى سلا وتمارا وكذا، لان كتوصل لهم 3 المليار. كنشوفوا الاسطول متهالك، الازدحام. الى هبطتوا لجيت ميني بارك او لجيت شارع الحوز كتشوفوا ديك الكارثه اللي كتكون في الصباح. أنا صراحة الخطوط اللي كانت قبل اللي ما عندهاش مردودية وكانوا كيغطيوها الخواص، اليوم الشركة مبقاش كتغطيها. يعني صراحة كاين فشل في التدبير. 6 ملايين درهم هو الدعم السنوي الذي تتوصل به شركة ستاريو من لدن مجلس مدينة الرباط. عمال ينتظرون فتح باب الحوار تفاديا لأي تصعيد قد يعطل مصالح المواطنين، فيما ينتظر أن يكون هناك اجتماع خلال الأسابيع المقبلة من أجل انتخاب رئيس مجموعة التجمعات، وهو الأمر الذي سيمكن هؤلاء من متابعة هذا الملف عن كثب. كانت معكم رجاء فضلي وكمال غنيم لقناة ميديان تيفي من مدينة الرباط.